الدكتور أحمد فرج علي، أستاذ مساعد في الفيزياء، كلية مقاطعة أسكس بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. خلال خبرته في البحث العلمي اللي امتدت لمدة 20 سنة، قام دكتور أحمد بتأليف أكثر من 70 بحث منشورين في مجلات محكمة مرموقة. قام بتدريس الفيزياء وعلم الفلك في مصر وفي الولايات المتحدة الأمريكية. كمان شارك الدكتور أحمد في نشر العلوم لغير المتخصصين عن طريق تيدكس وساينتيفيك أمريكان. اهلا بيكم النهارده من جامعه ستوني بروك بولايه نيويورك. معانا ضيف عزيز جدا، دكتور احمد فرج علي. منورنا يا دكتور. اهلا وسهلا. الدكتور النهارده هيتكلم معانا عن الكوانتم جرافيتي وعن اخر ابحاثه وعن الحلم اللي بيحلمه فيزيائيين كتير جدا، من ضمنهم دكتور احمد في فيزياء الكم وكمان النسبيه العامه. دكتور مرحب بيك، نورتنا في الجامعه. اهلا وسهلا. خلينا نبتدي الاول السؤال اللي انا بحب اساله، وكل واحد دايما بيجاوب السؤال ده بطريقته. الفيزياء بتمثل ايه دكتور احمد؟ هي محاوله لمعرفه حقيقه قوانين الكون. الشيء، بص، عشان تقدر تفهم حقيقه الطبيعه بنحاول نشوف العلاقات الثابته ما بين متغيراتها. صحيح. فلذلك المتغيرات تعتبر ظواهر، إنما هناك علاقات ثابتة تربط هذه المتغيرات. طيب. من هنا إيه هي بقى العلاقات الثابتة دي؟ فهي غير متغيرة ولكنها مسؤولة عن إيه؟ عن الظواهر. التغيير، عن التغير، ولكنها في حد ذاتها إيه؟ ثابت. غير متغيره، وهو ده جوهر الكوفاريانس برينسيبل في الجنرال ريليتيفيتي. اينشتاين بالعمق اللي كان بيبحث عنه بيحاول يبحث عن ايه؟ ان في علاقه مهما تغيرت تحت الكووردينيت ترانسفورميشنز فهي علاقه ايه؟ ثابته، لا تتغير ولا تتبدل. ومن هنا بتيجي مفهوم المعادله الثابته. من السبب ده بتبتدي تقول خلاص، يبقى ده بحث عن الفيزياء هو بحث عن حقيقة الشيء، لانك انت ممكن تنخدع بالأوبزرفيشن بتاعت الشيء. صح؟ صحيح. بمعنى اصح، انا دلوقتي لو الدكتور نسيم شاف شيء بس بنسبة معلومات في مخه 10% من اللي بيحصل قدامه، يعني 10% من خلفية اللي بيحصل قدامه، واحد تاني شايف نفس الشيء بس عنده بتاع 30-40% من خلفيه اللي بيحصل قدامه، مين هيبقى؟ هل ملاحظه نسيم هتبقى زي ملاحظه الاخ ده؟ لا طبعا. الملاحظه مختلفه بسبب ايه؟ بسبب كميه المعلومات. او هنا، فهنا بيحصل التغيرات. بس ما اقدرش اعتمد ان اللي شافه نسيم هو الحقيقه، ولا اقدر اعتمد اللي شاف الراجل ده ايه هو الحقيقه، لان في شيء ثابت بيند المتغير ده والمتغير ده. الشيء الثابت ده هو اللي هيعرف لي حقيقه الشيء ده. ميل. فلذلك الاوبزرفيشنز بتساعدنا ان احنا نوصل للشيء الثابت، بس مش هي في حد ذاتها الشيء الثابت. يعني عايزين نقول وكأن احنا بنشوف علاقات للاشياء الثابته او لا، الاشياء متغيره. ده قاعده من ايام جدنا تحوت العظيم اله العلم والحكمه عند المصريين القدماء. everything change. صحيح. ومن هنا يعني ايه everything او change is constant.
هو هو تعبيرها كده change is constant. It change هو هو بيقول لك change بس هو في الواقع ايه؟ كان احنا بنقول constant. الكونستنت ده هو الفيزياء. الثابت الوحيد هو التغير. تمام. شوف ولاد اللذيذ عارفينها من 10,000 سنة. فهي هي مفهوم بيحاول حتى ده يعني يمكن وظيفة الإنسان عبر الزمن يعني المصريين القدماء أهل العراق القديم اليونان وغيرهم عبر الزمن كلهم بلا استثناء بيحاولوا يدوروا على الشيء الثابت ده. صحيح جميل. ولذلك كانوا بيعتبروا الهندسة هي أفضل شيء يمثل هذا الشيء الثابت. تمام. انا بتهيألي قريت حاجه زي كده هناك لما كنت بقرا عن تاريخ فيثاغورس حاجه شبيهه بالفكره دي ممكن قبله كمان خدم المصري. عشان كده حتى النسبيه العامه بتاعت اينشتاين هي في حد ذاتها نظريه هندسيه. ليه؟ فعبر عنها بهندسه اسمها هندسه ريمانيان ريمانيان جيومتري. هي في حد ذاتها هندسه. انا عن نفسي عجبني الاجابه اجابه فريده كالعاده. من الاجابه دي خلينا ناخد النقطه الابعد شويه قبل ما ننقل للجزء الفيزيائي. دكتور احمد اتخرج من جامعه بنها صحيح؟ يا متخرج من جامعه بنها سنه يعني خدت بكالوريوس فيزيكس وبعد كده رحت عين شمس عملت تمهيدي ماجستير هناك. جميل. وكان هناك يعني تعلمت على ايد استاذ دكتور مصطفى شلبي في الكوانتم ميكانكس الله يرحمه. كانت ويعتبر هو اول واحد ابتدى يفهمني حتى نظريه اسمها نظريه الكوانتم فيلد ثيوري. يعني ابتدى يشرح لنا طبعا شويه حاجات من مبادئها. في اللحظة دي ابتديت ايه؟ لا انا عايز افهم دي بعمق. ليه؟ لان الدكتور مصطفى شلبي قال لنا كلمة بص اللي هي بتخش كده في مخك وتفضل ماشي بالايام حرفيا سرحان فيها مش فارق معاك العالم حرفيا. قال لنا ايه؟ الفراغ في الكوانتم فيلد ثيوري مش فراغ. صحيح. يا عم الحاج احنا متعلمين فراغ. احنا متعلمين في الـ في الـ في الـ في اللغه العربيه الفصحى فراغ مفيش حاجه. فراغ مفيش حاجه والفراغ حتى يعني بالانجليزي اسمه يعني امبتنس حاجه فاضيه. بالظبط. ازاي؟ قال لك لا مش كده كمان ده ليكم استراكشر فيري كومبليكيتد استراكشر. الكوانتم فاكيوم لونج ستوري. بالظبط. لا تعالى بقى نفهم بقى انت بتقول ايه. فدي كانت احد الاشياء اللي ايه يعني خلتني ابحث يعني ايه اساسا الفاكيوم. ليه؟ لان الفاكيوم في الكوانتم فيلد ثيوري هو الثابت. تمام صحيح. يعني يا دكتور نقدر نقول ان كلمات دكتور مصطفى شلبي الله يرحمه كانت مؤثرة جدا ان هي توجهك في اتجاه الكوانتم فيلد ثيوري. بالظبط. ومن هناك بعد كده حضرتك رحت الاي سي تي بي الدبلومه ولا الماجستير؟ كنت بعمل في الاي سي تي بي حاجه اسمها الدبلومه في الهاي انرجي فيزكس. كان هناك بيتعلم بيزك كورسز في الهاي انرجي فيزيكس زي مثلا البارتكل فيزيكس الكوانتم فيلد ثيوري الجنرال ريليتيفيتي سوبر سيمتري الجروب ثيوري ده كان من اعمق الكورسات اللي درستها هناك. صحيح. ريليتيفيستك كوانتم ميكانكس تدرس بقى شغل ديراك بالتفصيل بالماتريسيز بكل تفاصيله تفاصيل تفاصيله يعني. ال كوانتم فيلد ثيوري درسنا منها
تو كورسز مش وان كورس بس. هي كورس بيدرس لك كوانتم الكتروديناميك وبعد كده كورس التاني ياخدك على ايه الجيج ثيوري بقى بس ده مور ديتيلد بقى يعني كان بياخدك بقى الحاجات ايه ازاي تحسب الفراغ الفاكيوم ده ميني اوردر اوف ماجنيتيودز يعني. بس طبعا كل ما بتزود الاوردر الكوميونيكيشنز بتبقى في الحسابات اعمق لانك بيبقى عندك ميني فيرتيسيز وكده فده بيخلي الانتجرالز مور ان كومبليكيتد مع الهاير اوردر كوركشنز يعني. وعشان كده الناس دايما بتكتفي بفيرست اوردر او سكند اوردر ما تلاقيش حتى الابحاث حتى بحد بيروح للسكند اوردر فورس اوردر يعني. طب نقدر نقول امتى دكتور احمد قال انا عايز اركز على الجزء اللي ما بين الجنرال ريلاتيفيتي وال لاني حسيت الكوانتم فيزكس حسيت ان الكوانتم فيزكس ناقصها حاجه مش وناقصها ايه ناقصها هي ازاي تطلع لي معادلة اينشتاين الفيلد ثيري الفيلد ايكويشن بتاع اينشتاين بالظبط ما هي اينشتاين ات ذا اند احنا بنقول اينشتاين معادلة اينشتاين هي معادلة ايه مجالية معادلة للزمن الزمن والمكان المكان اوكي تمام تمام معادلة للزمان والايه والمكان او تشكل المادة او كيف تشكل الماده الزمن والمكان هي دي قضيتها هي فهي ليست نظريه هندسيه بصرف ولكن هي نظريه هندسيه ماديه ليه الجزء الاول منها اللي هو ار ميون يو ماينس هاف جي ميون يو ار الجزء ده هندسي بحت كويس واختاروا اينشتاين ليه لانك لما بتاخد له حاجه اسمها كوفالينت دريفيتيف بتلاقيه بصفر تمام Okay. فده معناه ايه ان هو ثابت متغير غير متغير على بيسموه الريمان سيرفس او الريمان مانيفولد فاهم الريمان ايه على السطح يعني لو على السطح لا مش السطح الكل الريمان مانيفولد هو ثابت يعني ثابت على السطح ما فيش اي تغير فيه تمام فهي الكوفاريانت ديريفاتيف بتاعته بتساوي صفر راح رايح لنويزر نويزر ثيرو نويزر نفسها الست نفسها اوكي طبعا أوكي. كان بيعتبرها من الست عبقريه لا هو كان بيعتبرها حاجه معديه معديه وراح شايف عندها في نظريتها بعد ما اتكلم معاه اعتقد لان الكوفالينت ديريفاتيف بتاع الانرجي مومنتم تنسور ده بيعمل ايه بيديك بيديك حاجه اسمها ان او بيعرف لك الانفارينس بتاع الانرجي مومنتم تنسور ده فين في كيرفد مانيفولد اللي هو نبله او بيسموه نبله ميونيو نبله ميو تي ميون يو بتساوي صفر. طب ايه معنى ده؟ نويزر اكتشفت ان معنى ان الكوفاريانت ديريفاتيف بتاع حاجه بتديك صفر ده معنى ان في كونسرفيجن. تمام. الكونسرفيجن ده يعني ان هناك سيمتري. والسيمتري في الهندسه هي الانفارينس. صحيح وده قال بالنيذر ثيرم فعشان كده راح جايب ايه قال لك خلاص نحط عمنا جنب عمنا يعني هو اكتشف الايه الحدين بتوع المعادله بتاعته من خلال الفهم العميق لايه الهندسه ومن خلال الفهم العميق لمين للفيلد كونسرفيجن او انك تاخد الايه مش عارف تحاول تكتبها بص يعني ار ميون يون يو هاف جي ميون يو ار اوكي ده الجزء الهندسي الراجل ده شافه انه في ريمانيان جيومتري بيساوي كام يا عمنا بيساوي صفر حلو قوي احنا لقينا حاجه ايه يمكن تعرفها كثابت في هذه الايه في هذه الهندسه او تعرف الثابت في هذه الهندسه كويس راح رايح لستنا نويزر قالت له لا يا عم اينشتاين لو انت عندك حاجه كونسيرفد ده معناه ان في سيمتري معناه ان ايه في ايه سيمتري
معناه في ده معناه انك انت تقدر تعمل continuity equation وبعد كده تقدر تستنتج من ده الكونسرفيجن ده معناه ان في ايه في ايه سيمتري في تناظر صحيح. هي دي قال لك يا نهار اسوح ما ده معناه عندي في الهندسه invariance. خلاص احنا نربط مين الاستاذ بالاستاذ ونحط كده ماشي اوكي ونروح شايلين عمنا ده من عمنا ده ادي يا عم النسبيه العامه زي ما فيش يعني طلعها اول حاجه بعد كده راح ضايف الكوزمولوجيكال كونستنت لسبب في اوكي ماشي بس ما كانش ثبت الكون على ما فاضاف مين الكوزمولوجيكال كونستنت تمام تمام اصبرني بقى اوكي راح طلع الكوزمولوجيكال كونستنت ده ما كانش عايز يحط لانه هو ثابت على مين هو ثابت لمين ليه المترك اوكي مش بواحد لو حطيته بواحد تضرب ما تدكش القياسات التجريبيه بتاعتنا جميل ها اوكي حط احمر ماشي يا عم انا ثابت لا يتبدل ولا ايه ولا يتغير ولا يتغير لما جم هو طبعا اتحط عشان في الاول في الاخر ده هو اللي بيكسبلين فور اس الاكسبانشن بتاع مين بتاع اليونيفرس. اليونيفرس وخلي بالك ستيل لو انت خدت الكوفاريانت دريفت بتاع ده كله هيديك برضو صفر فالترم ده اتحط من غير ما يغير حقيقه الايه المعادله الانفاريانس فهناك ثابت للزمان والمكان تمام تمام هناك ايه ثابت للزمان والمكان ثابت للزمان والمكان هذا الثابت في الزمان والمكان اسمه لامدا اتقاس من خلال القياسات التجريبيه اتلقى ان هو بيساوي تقريبا كام يا عمنا 10 اس ناقص 52 متر اس نيجاتيف 2 بمعنى اصح بيؤدي الى ان احنا بنقول ان هو ثابت الايه الزمان والمكان صح صحيح فهو يرمز لمين للفاكيوم اوكي انرجي اللي هي بتاعت مين اللي هي بتطلع منها الكوانتم كل الكوانتم فيلد السؤال اللي انت عايزه لان اساسا القضيه كوانتم فيلد اساسا هي معادله دراك مفيش حاجه تانية ليه بقى لان معادله الدراك بتقول لك ان انت عندك حاجه زي بلاكسي او حاجه زي فاكيوم ويحصل ايه creation of particle and antiparticle from the vacuum ماشي وسمى الكلام ده ديركسي بعد كده بتوع كوانتم فيلد راحوا مغيرين الاسم سموه ايه vacuum fluctuations وما بس في نفس الوقت بيستخدموا ديراك فيلد وديراك ايديا اوف ذا كريشن اند جنريشن اوف particle and antiparticle جميل جدا فده الفاكيوم انرجي فده الرابط فده الرابط الوحيد اللي لو اتظبط يبقى احنا عندنا ايه نظريه تربط النسبيه العامه بالكوانتم فيلد ثيوري جميل جدا جينا نحسب الفاكيوم انرجي وفقا لقيمه اللمده بيساوي كام يا عم الفاكيوم انرجي دينستي ايكوال تو 10 اس ناقص 47 جيجا الكترون فولت اس 4 على اتش بار سي كيوب ده دي اليونت اللي بيستخدموها 10 اس ناقص كام يا عم 47 قيمه قليله جدا صحيح سنه 88 ستيفن وانبرج راح كاتب كده ارتكل قال لك تعالوا بقى يا اولاد الازينه نوريكم المشكله الكبيره ايه مش ده الفاكيوم انرجي لان هو ثابت الزمكان هو ثابت الايه الزمان والمكان الزمان والمكان هو الثابت اللي بيحدد الكونتريبيوشن بتاع النترك نفسه في معادله مين في معادله اينشتاين جميل قال لك هنحسب الفاكيوم انرجي ليست ديت لكوانتم فيلد وافترض ان هو بوزونك كوانتم فيلد اوكي الفاكيوم بتاع الفيلد الثيوري هو ايه؟ هو هاف اتش بار ايه؟ اوميجا صح؟ اوكي عدي 3 ايه؟ بي اوكي ده لانه هرمونيك اوسيليتور راح نفترض ان هو يعني ابسط حاجه ذا موست سمبل كيس تمام ماشي؟ لو انت عملت كومبليكيشن ات ويل نوت تشينج
يعني يعني a lot the order of magnitude. We don't care here about the precise value. We care about the concept itself. فاتش بار اوميجا. وقال لك هنعمل ايه؟ هعمل الانتجريشن بتاعي من صفر هنا دي 3 بي صح؟ للبلانك سكيل. اوكي. من صفر انرجي لكام؟ للبلانك سكيل. البلانك سكيل. من اقل حاجه لاكتر حاجه. جه يحسب القيمه طلعت له كام؟ هات لي شويه ميه بس كده. طلعت القيمه يا عم نسيم 10 اس 7 6 جيجا الكترون فولت اس 4 اس 3. اوكي. قيمه مختلفه وكبيره خالص. الفرق ما بينهم كتير جدا جدا جدا. الفرق ما بينهم ريشيو بتاع دي بيسموها في الفيزيكس كوزمولوجيكال كونستانت بروبلم لونج ستاندنج بروبلم. تمام. فهي مشكله لونج ستاندنج بروبلم مش عارفين يحلوها. جميل جدا. تمام. طلعت القيمه كام؟ انا لازم القيمه كام كده؟ الفرق يا عم نسيم ما بين تعال نسمي دي رو ثيوري ودي الرو ايه؟ اكسبيرمنت الفاكيوم لان احنا حاسبينها بناء على الايه؟ او الاكسبيرمنت او الاوبزرفد لانها محسوبه بناء على الملاحظات التجريبيه بتاعت الاكسبانشن بتاع اليونيفيرس دي اوبزرفد. اما دي ايه؟ دي اللي هي نظريه دي النظريه كنت في الديستوري دي النظريه بتقول لنا ان ده شكل الانتجريشن على الفاكيوم بتاعي بيدي القيمه دي. النسبه بينهم كام يا معلم؟ تعالى بقى الرو ثيوري على الرو اوبزرفد 10 اس 123 هنجمع الاسين بالعكس يا ربي 10 اس كام؟ 123 ده بيسموها ده انت متخيل الفرق ما بين النظريه والتجربة ايه؟ متخيله؟ رقم بتتكلم على جيجا الكترون فولت الموضوع كبير الفرق ما بينهم 10 اس 123 صفر مين الصح؟ بقى ان الكوانتم فيلد ثيوري شغاله معانا وجنرال تيست شغاله معانا يعني الاسمنت شغال معانا يبقى ايه في ايه في يبقى في مشكله في الفهم صحيح احنا مش فاهمين ازاي نربطهم او ازاي نلاقي علاقه تخلي دي تيجي مع دي من اسبوعين قبل الاسبوعين عشان تبقى فاهمه معانا الفكره ان حضرتك بتقول لنا ان الجزء الاول ده هو الفاكيوم انرجي دنسيتي اللي هتطلع من الاوبزرفيشن بناء على الاكسبانشن وخلينا نقول يعني حاجه ليها علاقه بالنسبه العامه بالظبط لانك عشان تحسبها بتربطها مع اللمبة بعلاقه جميل. النسبيه العامه بتطلع 10 ناقص اللي هي نصر. اللي هي دي اه وبعدين عندنا الرو ثيري او الفاكيوم انرجي دنسيتي اللي بتتحسب من الكوانتم فيلد ثيري بتعتبرها هرمونيك اوسيليتور وده ده الزيرو ستيت بتاع الهرمونيك اوسيليتور لانك الهرمونيك اوسيليتور بيتوصف ازاي؟ بان بلس هاف صحيح صح؟ اتش بار اوميجا فانت لو حطيت الان بصفر تطلع لك ايه؟ الفاليو هاي هاف اتش بار اوميجا لما تيجي بقى تعمل تكامل عليها في دي 3 بي كمان فيطلع لك انتجريشن يديك الاي بي ال دي لفورس اكسبوننت يعني اي بي ال اس 4 فبتديك صحيح. في الاخر رقم كام؟ 10 اس 76 اللي بحاول اقوله للمشاهد بتاعنا اللي هو ملوش في الارقام والفيزياء في بعض الاوقات لو واحد منهم ان دي اللي هتطلع لنا من النسبيه العامه وهي دي اللي واكوردنج الاوبزرفيشن اه ومطابقه للقياسات ودي النظريه الرجل الاولى للفيزياء الفيزياء النهارده واقفه على رجلين دي رجل منهم اه الرجل الثانيه بتاعت الفيزياء اللي هي الكوانتم فيلد ثيري هتطلع لنا الرقم المهول قوي ده واللي الفرق بينهم زي ما وضحنا دكتور احمد 10 اس 123 بس خلاص فيعني في 123 صفر اه فرق بين النظريتين اه فدكتور احمد النهارده هيكلمنا عن شغله هو بقى اللي بيحاول من خلاله يوفق النظريتين مع بعض بالظبط التوفيق ده هيجي منين؟ تعالى بقى بس عارف. قبل ما تبتدي أي. احنا في التايتل بتاع الفيديو بنسميه حلم دريم آه. فليه اصلا بالفيزيائيين بيعتبروا الفكره دي على بعضها حلم لان هي اللي هتعرفك هي اللي هتخلص يعني او بمعنى اصح هي اللي هتفهمنا هتفهمنا ازاي دي تتربط بدي يبقى عندنا نظريه واحده بس خلاص بتجمع بدل ما عندك نظريتين واحده شغاله على السبيس تايم
وبتديك اوبزرفيشن بتتفق مع التجربه بشكل كبير، واخد بالك منها حتى انها تنبيت بجرافيتيشنال ويفز واكتشفوا ان في جرافيتيشنال ويفز كل واحده شغاله في مجال معين. بس انت والكوانتم فيلد ثيوري انت كل الكمبيوتيشن بتاعت السكاترنج كلها بيست اون ات، ما بتعملش حاجه غيرها اساسا، ما عندكش يو دونت هاف انيثينج ايلس. صحيح. من منذ اكتشاف او تطوير كوانتم فيلد ثيوري في الاربعينات والخمسينات على ايد علماء كبار منهم حتى هايزنبرج اشتغل فيها وعمل فيها شغل، دراك وناس كتير عملوا كونتريبيوشن فيها، في الاخر وفايمان هو اللي عمل فيها الباس انتجرال فورميليشن اللي هو بيتم استخدامه. فانت بتتكلم عن نظريه قويه جدا وبتوصف العالم الذري بشكل قوي، بشكل دقيق جدا. اه صحيح، فاهمني. ولو انت عندك كمبيوتر عالي الدقه ودخلت له دياجرامز كومبليكيتد ان سام سنس هيديك دقه عاليه. صحيح. انا كنت قريت مره يعني الواحد من العلماء اللي بيحطوا على تويتر مش شرط اسمه بيقول ان احنا بالكمبيوتر ممكن نقدر نحسب لحد التنس اوردر اوف ماجنيتيود. احنا بنقارن الجي ماينس 2 اكسبيرمنت بتاعت الميون كانت بتقارن يعني سوري يعني اللي هو التن اوردر يعني بدل ما يبقى عندك فيرست اوردر سكند اوردر، انا قصدي يعني ايه انك انت تزود عدد الفيرتيسيز وتزود انك تفهم الكلام جاي ازاي من الفاكيوم. فلما تيجي تحسب الفاكيوم ده تلاقيه بشكل مخيف يخالف النسبيه العامه، يخالف الملاحظه مع النسبيه العامه والملاحظات التجريبيه اللي هي اكسبانشن، يبقى في ايه في نقطه في فرق بين احنا مش فاهمينها. ده اللي حضرتك عملته في الشغل الجديد واللي هتكلمنا عليه دلوقتي. بالظبط. تمام. ده اللي انت اول واحد تسمع الكلام ده مني بعد ما ايه ما عملته في in the last 20 days. يعني انا كتبت البرنت البري برنت ده 31 مارس 2024 وهوضح لك فيه ازاي نربط الاثنين ببعض. جميل. تمام. احنا متفقين ايه ان في فرق بين الاثنين دلوقتي واحنا عايزين نشوف الاثنين. تعالى نكتبه. بص هتربطوا ببعض ازاي. الرو اكسبيرمنتال بتساوي كام؟ 10 اس ناقص 47. تمام. الرو ها ثيوري كيو اف تي خليها ايكوال تو كام؟ 10 اس كام؟ اس 7 اوكي ماشي. النسبه الرو كيو اف تي على الرو اكسبيرمنتال ايكوال تو كام؟ 10 اس 123 فرق. تمام. ده بيسموه ذا وورست فاين تيونينج ان ذا ايه ايفر ما بين نظريه وتجربه. تمام ماشي. لان انت حتى مش ما بينك وبينها تن ولا 20، لا انت ما بينك وبينها شلاح يعني، فاهمني. طيب عشان نحل دي ابتدت اسال سؤال بسيط جدا. هو الكوانتم فيلد ثيوري كلها ايه البيزك سيمتري بتاعتها؟ الستاندرد موديل. عندنا حاجه غيره؟ ما عندناش حاجه غيره. ايه هو ايه اللي هو عندنا؟ طبعا نظريات كتير بيوند ستاندرد موديل. انا بحترم كل طبعا الناس، لكن انا بتكلم عن ايه؟ عن شيء جميعنا نتفق عليه. اوكي. في الفيزياء. ايه؟ لانه خلاص فيريفايد واتاخد فيه كذا نوبل برايز، فاهمني؟ اس يو 3 كروس اس يو 2 كروس ايه؟ يو 1. دي البيزك سيمتري. دي السيمتري بتاعت الستاندرد موديل. تمام. طبعا. دي مفترض انها موجوده عند ايه؟ عند هاي انرجي سكيل. تمام. المفروض في طبعا في ادعاءات تقول لك لا عند الهاي انرجي سكيل بيبقى في سيمتري اعم منها وهي بتبقى مجرد سبست سوبر سيمتري. لا مش السوبر سيمتري، قصدي الجراند يونيفيكيشن. يروح حاطط مثلا اس يو 5 او اس او 10 يعني يقعد بقى يفترض لك الهاي انرجي دي فيها سيمتريز اعلى. اوكي. مفيش يعني فهمني. بس على الاقل احنا متفقين على ايه؟ على السيمتري دي انها البيزك سيمتري بتاعت مين؟ اللي بنستخدمها في الكوانتم فيلد ثيوري. عند الالكترونيك سكيل بيحصل انكسار للسيمتري اللي اسمها اس يو 2 دي. تمام. ويتبقى لك اس يو 3 كروس يو 1. تمام. اس يو 3 مين؟ اللي هي السترونج فورس. واليوان هي مين؟ هي العالم كهرومغناطيسي.
تعال نبتدي الاول. الاس يو 3 سترونج فورس، الاس يو 2 بيسموها الويك نيوكليير فورس اللي هي مسؤوله عن الديكاي. تمام. لما حاجه كبيره تنقسم لحاجات اصغر منها، يعني ديكاي اوفر تايم مثلا، تضمحل، بيسموها تضمحل زي البيتا ديكاي مثلا. اوكي. اللي هو بيحصل على كل مستويات الطبيعه بما فيها حتى ايه اي كائن حي حتى ما على مستوى الزمن ايه. فدي اسمها الاس يو 2، دي اللي لو الناس متابعه اللي بيستخدموا فيها حاجه اسمها الكربون ديتينج. الله ينور عليك. عشان كده it is one that's one of its application. وخلي بالك الكربون ديتينج بيديك ايه accuracy عاليه جدا. صحيح. يعني نسبه الخطا فيها قليله بالنسبه للرينج التايم بتاع اللي هو 50 ل 100 ساعه. ده طب وليه وان الكهرومغناطيسي؟ الكهرومغناطيسي. لذلك فنحن نعيش ايه العالم بتاعنا حاليا هو ايه، هو اس يو 3 كروس ايه كروس يو 1. تمام مظبوط. اس يو 3 هي القوه القويه. تمام. التي تحفظ البروتون والنيوترون اللي هي بتكون ما يسمى النواه، اللي هي بتسمى ايه، بتكون ما يسمى ايه النواه. اما اليو 1 هي العالم الكهرومغناطيسي المتكون من ذرات. ليه؟ لان كل نواه حواليها عدد من الالكترونات. ففي فالالكترونات دي هي اللي بتصنع مين؟ اليو 1. اليو 1. انما النواه من الذي يصنعها او من الذي يتحكم بها؟ الاس يو 3. اوكي. لذلك فالعالم بتاعنا او اليونيفرس بتاعنا حاليا مين؟ مين؟ اس يو 3 وي 1. بس كده. مش حاجه ثانيه. تمام. فرحت سائل نفسي سؤال بسيط خالص. قلت طب لما الكون عبر الزمن لما بيبرد، لان ده عمليه بروده صح؟ هو بدا من طاقه عاليه وصل الكتريك سكيل. طب هينتهي لايه؟ اوكي. فرحت رايح لبتوع الكوندنسر مطر. يا بتوع الكوندنسر مطر، سالتهم لما بروح لما الحاجه بتبرد ايه اللي بيظهر؟ قالوا لي بيظهر سلوك غريب قوي بنسميه سوبر كوندكتور. صحيح. اوكي جميل. ايه السوبر كوندكتور؟ الموصلات الفائقه. معناها ان اليو 1 از بروكن. اوكي. الماده بتخسر المقاومه بتاعتها فعشان كده مفيش ايه، مفيش مقاومه. ومعناه معنى ان مفيش مقاومه يعني مفيش ايه راديشن، لان الراديشن ينتج من مين؟ من المقاومه. بناء على على دراستنا في الكهرومغناطيسيه، عندك مقاومه يبقى لازم يكون عندك ايه راديشن، وعشان كده الحاجه بتسخن بسبب مقاومتها. بس عند السوبر كوندكتور المقاومه دي ايه؟ الصفر. فلذلك اليو 1 ايه؟ بروكن. بروكن. الافكت ده حتى اكتشف قبل هيجز، طلع ان هيجز مستعيره عشان يفسر بيه كتله هيجز وكتل ايه؟ وكتل الجسيمات، استعاره من ميزنر. فده الاساس. والميزنر افكت واحد من اكثر ميزنر افكت. الميزنر افكت ده بيحصل فيه ايه؟ اليو 1 ايه؟ سبروكن. هو واحد من اشهر التاثيرات اللي بتحصل في الكوندنس المطر او السوبر كوندكتور بالظبط. اذا طب التاثير ده بيحصل فين يا عم نسيم؟ بيحصل كلوز تو زيرو كلفن. كلوز لايه؟ للزيرو كلفن. للزيرو كلفن. كلوز لمين؟ للزيرو كلفن. مثلا الامونيوم بيحصل تقريبا عند 1 كلفن، وعلى حسب اي ماده بنتكلم عنها. لكن هو في مواد عن ممكن يوصل لها ل 101 كلفن. يعني ممكن بيزودوا درجات الحراره انه يقدر يخلي الماده تظهر السوبر كوندكتيفيتي. عند كام يا عمي؟ عند زيرو كلفن، كلوز تو زيرو كلفن قريب. لكن ما فيش سوبر كوندكتور يقدر يوصل للزيرو كلفن. ليه؟ لان عند الزيرو كلفن بالديفينيشن بينتهي الفوليوم وبينتهي البريشر صح؟ لان في علاقه لينير ما بينهم وفقا للايديال جاز ثيوري، بتقول لك ان الفوليوم والايه والبريشر كله بينتهي خالص ومفيش حاجه عند الايه عند التي زيرو. عامله زي السنجلاريتي. فعشان كده في قانون ثالث للثيرمودينامكس يقول لك من المستحيل ان يتم الوصول للايه للزيرو كلفن. الصفر المطلق. اذا في مرحله الكولد ستيت دي من المتبقي؟ الاس يو 3. بس خلاص يا باشا.
تعال بقى عد معايا عدد الـ يعني تيجي نسميها الاسيو 3 اتومز. ماشي. لا اسيو 3 ماشي، دي السيمتري الموجود. بس خلي بالك السيمتري الاسيو 3 الرينج بتاعها كام؟ هل منتشر عبر الكون؟ لا لا خالص، ولا ولا تاثيرها لا يتخطى النيوكليس. صحيح، بنتكلم عن ما داخل النواه وما لا يتخطى النيوكليس. طب وما هو الريديوس بتاع النيوكليس؟ 10 اس ناقص 15 متر. ده الريديوس بتاع مين؟ السترونج فورس، النواه فعلا الدليل. طب من المتبقي في هذه المرحله؟ الاس يو 3. الاس يو 3 السايز بتاعها قد ايه؟ 10 اس ناقص 15 15 متر. تمام؟ تمام. طب هو والسايز بتاع الكون قد ايه؟ لا انت تقول لي بقى، انا مش فاكر ارقام. 10 الريديوس بتاعه 10 اس 26 متر. ده بتاع الكون. لا ما فهمتش الاخيره دي، يعني ايه 10 اس ناقص؟ الكون ليه حاجه اسمها ريديوس. الريديوس ده بيتقاس بكام؟ ده قياس. اوكي. ب 10 اس كام؟ 26. 26 بناء على ايه؟ على حاجه اسمها الهابل كونستانت بيتقاس. انا واقف عند اليونتس. متر متر مترز. 10 اس ناقص 6 10 اس 26 متر. 10 اس 26 اوكي. 10 اس 26 لخبطت. اوكي. لكن النيوكليون 10 اس ناقص 15 15 متر. اوكي. تمام؟ تمام. طب فرضا انا عايز اعرف دلوقتي هاو ماني اس يو 3 اكزيست ان ذا يونيفرس. اعمل ايه؟ نقسم الاثنين. لا ما ينفعش نقسم الريديوس. تقسم الدينستي او الفوليوم بتاع ده على الفوليوم بتاع ده عشان يطلع لك ايه؟ الوحده الفوليوميه. الوحده الايه؟ الفوليوميه. مش الوحده الفوليومية. مش لان الـ 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 الكون بتاعنا مش 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 يعني الفوليوم بتاعه هو مش 1 دايمنشن. الفوليوم بتاعه كام؟ 3 دايمنشن. اوكي. فعشان تعرف اليونت بتاعته هتكعب لازم تحسبها برضه بايه؟ بالفوليوم. فعشان كده لازم تكعب ده وتكعب ده. تمام. تعال نكعب ده وتكعب ده ونجيب الام. 10 اس 26 تكعيب ديفايدد باي 10 اس ناقص 15 تكعيب. الريشو كام؟ 10 اس 123. ده اللي كنا بندور عليه من البدايه. الفاكيوم هنا هي. طب خلي بالك بقى، خلي بالك. 10 اس 118 10 16 76. ده مين؟ ده تعريف الفاكيوم وفقا للتحليل السيمتري ده. انا ما عملتش حاجه ثانيه، انا خدت الايه اللي كلنا بنعتقد بيه، بس كل اللي عملته ان انا بتنبأ بقى. ايه بتنبأ؟ بتنبأ في حاله الكولد ستيت بتاعه اليونيفرس. من المتبقي؟ الاس يو 3 سترونج فورس. ما هي ما هو الريديوس بتاع الاس يو 3 وفقا للقياسات التجريبيه؟ 10 اس 15. يبقى كم عدد الاس يو 3 اتومز او النيوكلياي في اليونيفرس؟ اوكي 10 اس 123. اذا يمكن تصور هذا اليونيفرس او هذا الفاكيوم كايه؟ ك اس يو 3 اتومز زي ما انت كنت عايز تقول. اس يو 3 اتومز. جميل. طيب هل الاس يو 3 دي يمكن ان تنكسر؟ القانون الثالث للديناميكا الحراريه يمنع ذلك. اوكي. فعشان كده هو في حاله ديمومه. فاكيوم فلكتويشن نيفر اند. جميل. تعالى بقى ليه؟ لان القانون الثالث للديناميكا الحراريه بيقول لك ايه؟ الثيرد لو اوف ثيرمو دايناميك. بيقول لك ايه؟ It is impossible to reach to zero Kelvin by finite number of process. اوكي. ده معناه ايه؟ ان هو impossible. مفيش عمليات متناهيه تقدر توصل. مستحيل انك توصل. تمام. فلذلك الـ SU3 في هذه الحاله unbreakable
Because of what? Because of third law of thermodynamics. وده أول إدراك في تاريخ الفيزياء يربط ما بين الكوارك confinement والثيرد لو اوف ثيرموداينامك. جميل. Unbroken because of third law of what? Of thermodynamics. Of thermodynamics. تعال بقى نيجي لجريمة الكوانتم فيلد الثيوري. لما جم حسبوا الايه؟ الفاكيوم اللي هو انتجريشن على كام؟ هاف اتش بار اوميجا، صح؟ صحيح. الاتش بار اوميجا دي المفروض بتمثل ايه؟ الهرمونيك نيوكلياي واحده انتجريت على كام؟ انا بقول لك لا، انا ما عنديش نيوكلياي واحده، انا عندي كام؟ واحده. اوكي تمام. هيديك 10 اس ناقص 47 ايجا الكترون فولت، اللي هو الرقم اللي كان طالع من الاوبزرفيشن والنسبه. ات سولفت. جميل. باي اونلي كونسبتس. تمام. يعني لو حبينا نلخص الكلام الجميل اللي قاله دكتور احمد، البدايه وصلح لي يا دكتور بكلام بسيط. فهمتني؟ انا فهمتك جدا. اديني بقى. فانت قول لي بقى. اديني. احنا دلوقتي قلت لنا ببساطه ان احنا عندنا في الكون بتاعنا النهارده من خلال النموذج المعياري عندنا ثلاث مجموعات للتناظر. عندنا الاس يو 3 للسترونج فورس اللي بتربط النواه مع بعضها. نعم. عندنا الاس يو 2 بتاعه الالكتروماجنتيك فورس اللي هي القوى الكهرومغناطيسيه اللي ممكن تلاقيها في النواه. وعند العكس دي بتاعه الالكترو ويك او الويك فورس، ودي بتاعه الكهرومغناطيسيه. على سكيل معين نقدر نلاقي ان الالكترو ويك اوريدي مكسوره، فبالتالي خسرنا الاس يو 2، وبقى عندنا الاس يو 3 واليو 1. نعم. على سكيل اكثر في البروده. ده هنا تنبؤ بريدكشن. تمام. بقول لما بيبرد الكون هيبقى عندك ايه؟ يبقى احنا لحد هنا احنا ده بيحصل ما يسمى ميزنر افكت. الميزنر افكت اوريدي مدروس في في السوبر كوندكتيفيتي، مخلصينه، وحتى دلوقتي بيتدرس للجرادويت والاندر جرادويت ليفل في في الجامعات. الفكره هنا ان الدكتور احمد بيقول لنا اليو 1 هتنكسر لما السيستم بتاعنا يبرد خالص، فبيبقى في كون. يعني بنتكلم على السيستم هنا اي سيستم بقى اللي هو الكون دلوقتي في حالتنا بالظبط حاليا. فيبقى عندنا الاس يو 3. الاس يو 3 هي التناظر الباقي اللي بيتكلم عن السترونج فورس واللي يمنع كسره عن طريق الثيرد لو اوف ثيرموداينامكس. ولما دكتور احمد كمل الحسابات لقينا ال 10 اس 123 اللي هم عدد الاس يو 3 اتومز اللي هيبقوا موجودين في الكون في الحاله دي. والدكتور احمد بيقول لنا ان اللي عمل حسابات الكوانتم فيلد ثيري كان المفروض ينورمالايز يقسم على بس خلاص هذا الرقم، فيطلع له الرقم اللي احنا كنا بندور عليه من البدايه اللي هو كان جاي من النسبيه العامه وجاي من الاوبزرفيشنز بتاعت الاكسبانشن بتاع اليونيفرس. ده جمال الفكره اللي بيعرضها ده. ذا بروبلم سولفد فور كوزموجيكال كونستانت. طب في اخر لقائنا بحب اشكر الدكتور احمد جدا، نورني وشرفني في الجامعه النهارده وعملنا اللقاء المتميز ده وفهمنا شيء جديد. وهنقوله بقى في الاخر لو حابب يوجه كلمه للطلبه المصريين اللي حابين يدرسوا النوع ده من الفيزياء. وهو الدافع الحقيقي اللي يخليك تستمر في العلم انك تحاول تجاوب اسئلة نابعة من جواك. ده كافي بانه يخليك تستمر في عملية البحث. يعني دايما لازم يبقى فعلا من جواك انت عايز الطريق ده. جميل. مش مجرد انك عايز حتى وعندك اسئلة عايز تجاوبها، مش مجرد انك حتى تتأثر بفجر او تتأثر بشخص، لا، حاول على الاقل انك تشكل مجموعة اسئلة خاصة بيك وتحاول تلاقي لها اجابة باي شكل. لو العلم صادف ان هو الطريق اللي هي ممكن يديك اجابات، امشي وكمل. ممكن اسئلتك يكون حتى اجابتها في الفن، خلاص كمل في الفن. جميل. ممكن لو اسئلتك اجابتها في الادب، كمل في الادب. لو انت عايز شيء ثابت، خلاص يعني ثابت، يعني ايه؟ علاقه ثابته بين المتغيرات. خلاص حاول، يبقى ممكن تبتدي تدور على العلم اللي يبحث عن العلاقات الثابته اللي تحكم هذه المتغيرات.
والفيزياء. جميل. ف المسار بتاعك بيتحدد باسئلتك. يبقى انت دور على الاسئله اللي انت حابب تجاوبها في الاول، شوف المسار المناسب انك تجاوب الاسئله دي. نصيحه دكتور احمد للطلبه، وانا عارف ان انت كنت حتى لمسه الدكتور مصطفى شلبي، حابب تقول اي شيء لذكراه في الاخر هذا اللقاء؟ الله يعني جزاه الله عنا خير الجزاء، الله يرحمه، كان راجل عظيم دايما وذكراه باقيه في كل الطلبه بتوعهم. في الاخر شكرا دكتور على تشريفي، وسعدت جدا ان اسمع الفكره منك واستمتع بشرحك الجميل، يعني نورتني.